صحت يا القوى فإنني مشخشخ عندما ألتقي معكم. اليوم أريد أن أتحدث اللغة الجميلة وهي اللغة العربية. أعتذر أعتذر، لابد أن تأتي معي. فهذه بناس بناس وسيرة كنال وسيرة كنال. هذه كنال داء كنال. نعم بناس، هل تعتذرين أني أعمل شريط استطلاعي؟ كيف حالكم يا أبو عبيدة؟ هل أنتم بخير؟ نعم نعم بدون شك بدون شك، لأن لديكم من أحسن اللغات وهي اللغة العربية، شيء طبيعي، وأنا أحبها كثيرا اللغة العربية، ولو أنني لم أتقنها ولكن فيها بعض السبتي لطي جميلة جدا، وفي حروف نقط يعني لسين جاكريتيك هذوك هامين جدا، والذين يتقلبون. نعم تقلبة تقلبة تقلبة، هذه أتت من ناحية مستغانين. نعم وبعد انتشرت في كل نواحي الجزائر التقلبة هذه، وسأعطيكم بعض الأمثلة بعض الأمثلة التي تأتيني. مثلا حمال، نكتب حمال نكتب حمال، هذه كلمة حمال الذي يحمل، أو حمل شيء من مكان إلى مكان آخر، هذا هو الحمال. وهذا الحمال هذا بفضل نقطة 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 واحدة، أعمل نقطة من حمال، صبحنا في الجمال. يا له يا خرابي، يخرب بيتك وبيت بيتك، يا خبر أسود يا خبر بونبون روز. نعم شوف نقطة واحدة تقلب كل التقليبات. من حمال ذهبنا إلى الجمال. أمحي اخرب بيت. كلمة أخرى مثلا نأخذ ثلاث حروف، حمرة حمر 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 حمر، اسمها وجهه حمرة يعني خجلة خجلة حمرة، ففيها قصة قصة تاع لي عمر الخيام أو أبو نواس، لست أتذكر، كان من قديم الزمان كانوا يشربون الخمر في يشربون الخمر، فكان يشرب عمر الخيام أعتقد، فأتى فكان أتى واحد وشافوا يا بخمر، قالوا ماذا تفعل يا عمر أو أبو نواس؟ لست أتذكر، الذكرى خانتني. يخرب بيتك وبيت بيتك، يا خبر أبيض يا خبر أسود يا خبر خوخي بارد، حب من حبك عليها منك عليها زي الزفت. فقال له فإنني أشرب في اللبن. فأتى الرجل ذا وشاف بأنه خمر، فقال له كيف تقول لبنان لونه أحمر؟ فدار إليه عمر على أحسب مع أظن أو أبو نواس أو لست أدري، يخرب بيته 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 زي الزفت، يا خبر أسود يا خبر أبيض يا خبر خوخي بارد. فقال له لا، فكان لبنان عندما رأى وجهك فأحمر. إلى روجي حمرة، هذا حمرة. إذا نعمل له نقطة، أعمل نقطة يخرب بيتك. جمر الجمر، يخرب بيتك، رجع جمر الجمر. وإذا نعمل نقطة في
في أعمل عبدك خمر خمر حمرة الجمر ثلاث كلمات مختلفة ولكن الجمر جهنم لأنك تشرب في الخمر وعندما تشرب الخمر فتحمر أحمر متتاليتين متلاصقتين في الفعل والأفعال والمبتدأ والخبر كان وأخواتها وأمتها وجاراتها وكل حسن من الجيران. إذن ترون بأن ثلاث حرف في واختلاف وضعية النقطة في مكان أو مكان آخر فكل شيء يختلف. يخبر بيتو 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 زي الزفت يخبر أبيض يخبر أسود يخبر خوخي بارد. نأخذ ثلاثة حروف أخرى. مفر مفر أين المفر؟ نعم أين المفر؟ أين تهرب؟ لست أدر لست أدر. المفر الوحيد هو الترب. عندما تموت ثم تفر تفلسر. مفر المفر هذا عندما نضع نقطة أمام النقطة نزيد نقطة على النقطة المقر فتقول مثلا أين المقر؟ المقر في باب الوادي في باب الوادي في حجر باب الوادي هذه مقر أنا عارف هذه في وضع المجرر بابي ولا الوادي ولا باب الوادي في قام صورة نقع هذه وصف شعبيت نقع كيف كيف المفر والمقر. سبحان الله سبحان الله كيف جميلة اللغة العربية ما شاء الله والله. نحكم كلمة أخرى مثلا الرب عندما هكذا الرب وعندما تزيد نقطة بينس مين بزافي الاسبري مرتونية أنا أخي ما قلت والو أخي توما اللي خمتها كش ما قلت أنا ما قلت والو مي سي با بوسيبل سي با بوسيبل وقت يهضر معاكم توما ما تستحوش والله ما تستحو كفرابه